يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بالتأكيد النهاردة كلنا تابعنا الحادث المؤسف اللي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، واللي أسفر عنه مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 أشخاص آخرين. بمرور الساعات وعلى مدار اليوم، السلطات الفرنسية قدرت أنها تلم أكثر بتفاصيل الحادث، ملابسات الحادث، وقالت المدعية العامة في باريس أنه المهاجم المشتبه به هو تم اعتقاله بالفعل اليوم. والشرطة الفرنسية قالت أنه هو فرنسي الجنسية، عمره تقريبا 69 عام، وكان معروف لدى السلطات أنه ليه سوابق، تم اتهامه قبل كده بطعن 2 مهاجرين بسكين في مخيم في العاصمة الفرنسية السنة اللي فاتت. خلونا نروح مع حضراتكم نعرف تفاصيل أكتر عن ملابسات الحادث وتطورات الأحداث من باريس. معانا الكاتب الصحفي باسل عويدات، مراسل الأهرام بباريس. مساء الخير على حضرتك يا فندم. ولو تضعنا في الصورة في باريس الآن وتداعيات الحادث اللي حصل الصبح في باريس، الوضع الأمني الآن في شوارع العاصمة باريس، لأنه كان في يعني اشتباكات ما بين عناصر الأمن الفرنسي وما بين المتظاهرين الأكراد، ويعني شهدت كده العاصمة حالة من حالات الاشتباكات ما بين الأمن وما بين المتظاهرين الأكراد احتجاجا على هذه الحادثة، اللي ربما الأكراد بيتحدثوا عن أنه حدث إرهابي، والأمن الفرنسي بيتحدث على أنه هو عمل جنائي لا علاقة له بالإرهاب. فلو حضرتك تضعنا في الصورة الآن. أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين. وبالفعل هو تضاربت الأقاويل الأكراد. المجلس الديمقراطي الكردي قال أنه عمل إرهابي وسياسي واتهم تركيا، بينما القضاء والمسؤولين الفرنسيين حتى الآن ما زالوا يتعاملوا مع القضية وكأنها أمر قضائي حتى الآن، ينتظرون رأي مكتب المدعي العام الوطني ليقرر هل يتخذ هذه القضية قضية إرهابية أم قضية عادية. المجلس الديمقراطي الكردي أعرب عن انزعاجه وحرض الجالية الكردية في باريس، فقامت ببعض الصدامات مع الشرطة الفرنسية، ورفعت شعارات وهتفت بشعارات تؤيد حزب العمال الكردستاني، وهو مصنف أوروبيا كحزب إرهابي، وهذا طبعا بحد ذاته سيخلق جدل باعتبار أن مناصري هذا الحزب يبدو أن عددهم ليس قليل متواجدين في أوروبا، فهل ينقل نشاطه هذا الحزب إلى أوروبا؟ هل يتسبب بمشاكل مستقبلية؟ هذا بدأ يثير تساؤلات في فرنسا. لكن حتى اللحظة من الصعب الجزم بحيثيات أو أهداف هذه العملية، خاصة أن من نفذها لا يرتبط بالإرهاب وليس له سوابق إرهابية، له سوابق عنصرية بسيطة لم تصل إلى حد القتل. هذا ما دفع مكتب المدعي العام. إذن أستاذ باسم، حضرتك تتحدث على أنه هوية منفذ العملية تضعنا أمام أنه عمل جنائي وليس إرهابي. حتى اللحظة لم تقول السلطات القضائية الفرنسية أنه إرهابي، لكن هناك مؤشرات، ربما هو مؤشرات استهداف هذا المركز الكردي. هل هو استهداف للأجانب كمطلق أجنبي أم هو استهداف للأكراد بحد ذاتهم؟ هذا هنا يقع السؤال الأساسي. في حالة كان الاستهداف للأكراد بذاتهم يجب البحث عن خلفيات هذه الجريمة، وربما هي بالفعل جريمة سياسية، جريمة لها أبعاد صراع آخر. أما إذا كانت هي استهداف فقط للأجانب لمجرد أجانب، وكان هذا المركز الكردي ربما كان مركز عربي بدل هذا المركز الكردي أو مركز من إفريقي لنقل، بهذه الحالة تأخذ القضية طابع عنصري إرهابي وليس إرهابي سياسي. هناك فرق بينهما هنا. وبكل الأحوال كيف تتحدث الصحف الفرنسية لمكافحة الإرهاب؟ أستاذ باسل، الرأي العام الفرنسي والصحف الفرنسية والإعلام الفرنسي كيف يتحدث عن ما حدث اليوم بباريس؟
كانت تتحدث المرأة، كيف كانت تتحدث تتعامل مع القضية اليوم تقصدين؟ بدون شك تقريبا على مدار الساعة كانت كثير من التلفزيونات الإخبارية الفرنسية على مدار الساعة تتابع هذا الحدث. هذا حدث ليس قليل وليس هين بالنسبة لفرنسا وفي وسط تاريخ أعياد الميلاد. صحيح ذلك، في حقيقة الأمر تابعته وكانت نسبيا حذرة جدا ومتوازنة، لأنها لا تريد أن تثير أو أن تطبع بطابع يميني. كانت بالفعل متوازنة. ربما بعض المحطات حملت اليمين الفرنسي المتطرف مسؤولية غير مباشرة طبعا عن تيار من المواطنين أو من الناس الذين يكرهون الأجانب بشكل عام. هذا تقريبا ما تناولت الموضوع بشكل تضامني، قضية إنسانية، قضية بدون شك كبيرة محزنة ما حدث. هذه ليست الحادثة الأولى بحق الأكراد في فرنسا أستاذ باسل، يمكن من 4 أو 5 سنوات كان هناك حادثة مشابهة في نفس الدائرة العاشرة، يعني كيف تقرأ هذا؟ نعم، الدائرة العاشرة هي دائرة يقطنها كثير من الأجانب، وهي ليست فقط مقر لمراكز ثقافية كردية، ولكن أيضا هناك منظمات وجمعيات عربية وغير عربية أجنبية مختلفة. هذه الدائرة دائما ربما لا يوجد إحصاء حقيقي، بالنهاية لا يمكن الفصل بين الفرنسيين والأجانب لأنه اندماج حقيقي وكامل، لكن نسبة كبيرة منها من المهاجرين لنقل. وهذا الاختلاط يولد دون شك كونه اختلاط واسع، فيه ايديولوجيات مختلفة، فيه توجهات سياسية مختلفة، فيه جنسيات مختلفة، يخلق بعض المشاكل والصدامات أحيانا. الإجراءات الأمنية، وإحنا يعني على يوم واحد من الاحتفال بأعياد الميلاد بباريس ودعوات من قبل الأكراد للتظاهر غدا، الإجراءات الأمنية لاحتواء هذه الأزمة؟ نعم، هم الأكراد دعوا للتظاهر غدا في ساحة هي ساحة الجمهورية، ربما السلطات ستعطيهم الموافقة على التظاهر ضمن هذه الساحة، لكن الإجراءات الأمنية بدون شك ارتفعت بشكل متواتر وسريع، ليس فقط في المنطقة وفي الحي الذي حصلت به الجريمة، لكن بالفعل على مستوى فرنسا وليس فقط باريس. أصبحت دوريات الشرطة منظورة وملموسة بزيادة عددها، ويعني نخشى ربما أن يتخذ إجراءات أمنية أكثر أقصى قليلا، لكن لا أعتقد أنها ستصل إلى مستوى التأثير على احتفالات الفرنسيين بأعياد الميلاد. ربما سيكون هناك زيادة كبيرة في عدد الدوريات التي ستسير في المدن، وخاصة من مساء الغد وإلى ساعات متأخرة من الليل. فقط المنطقة التي حصل فيها الشارع الحي الذي حصلت فيه الجريمة هو منطقة شبه أمنية أصبح لها. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي باسل عويدات مراسل الأهرام بباريس، شكرا جزيلا على وجودك معنا.